يا مساء الخير لكل مشاهدينا في كل مكان. حديث القاهرة على القاهرة والناس. نبتدي يومنا الرابع الأسبوع ده، وهو تقريبا آخر يوم بالنسبة لنا، وحيبتدي معاكم بكرة طبعا أستاذنا العزيز وصديقنا إبراهيم عيسى. طبعا هتسألوني امبارح قلتي خيري جاي، أول امبارح قلتي خيري جاي وما جاش خيري. هقول لكم هو زي الفل. النهاردة عاملين لنا مفاجأة من نوع مختلف في الحلقة، هتعرفوها وانتوا بتتابعوا الحلقة. وطبعا بنقول له من دلوقتي مساء الخير، ببتدي الحلقه لوحدي بس مستنيين المفاجاه اللي هتعملها معانا النهارده. يعني حابب يغلبني 2-1، هنعرفها برضو على مدار الحلقه. خلينا نبتدي حواراتنا النهارده، ويمكن حديث القاهره الان كان بعد اغلاق المرور تماما في الطريق المؤدي من ميدان جهينة لهايبر 1، الطريق المؤدي للمحور، تم إعادة المرور لأن حصل فتح جزئي لمحور 26 يوليو من شوية بعد غلقه لفترة قصيرة بسبب انفجار ماسورة مية. طبعا تسبب الأمر في تعطيل حركة السيارات تماما، وتم غلق الطريق من ميدان جهينة لحد هايبر 1 في مدخل الشيخ زايد. وطبعا دي كانت ساعة ذروة، فيعني كان الله يكون في عون كل الناس اللي كانت على الطريق، لكن فرق الصيانة وشركة مياه الشرب بدأت أعمال الإصلاح فورا في ماسورة المية اللي اتكسرت، وتم توفير خدمات أمنية مرورية فورية. ده كان طبعا علشان تسيير حركة المرور الخاصة بالسيارات والتخفيف من الزحام الشديد. زي ما قلنا فترة ذروة كانت صعبة على الناس، السيارات خرجت في طرق بديلة اللي تم الإرشاد ليها. خلينا نتابع الوضع الآن في حديث القاهرة من خلال ضيفنا على الهاتف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر. يا باش مهندس أهلا بيك معانا في حديث القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. طبعا هو بالنسبة للكسر اللي حصل، هو كان في خط 800 ملي، خط ناقل لمياه الشرب النقية. الكسر ده كسر مفاجئ، حصل في النقطة تحديدا اللي عند كوبري هايبر 1. طبعا تدفقت كميه ميه كبيره جدا وقت الانكسار على طول، وده تسبب عطل جزئيه في جزء من اتجاه اتجاه اللي هو ميدان لبنان، لكن الاتجاه اللي كان نازل لمناطق زايد 6 اكتوبر ده كان تحت الحركه في التطبيق الرئيسي للكام. الحمد لله شفطنا دلوقتي حوالي 60% من الميه، وتم فتح الطريق الرئيسي كله بالكامل بالخمس حلقات بتوعه. الحركه المروريه انا من الموقع ببلغ حضرتك دلوقتي، الحركه المروريه بالكامل في الطريق الرئيسي. الطريق البطيء هو اللي فيه كميات المياه وبيسحبها، وابتدت برضه فرق الصيانه في التكشيف على الاصل والكسر ومكانه لاعمال فحص واعمال الصحه. والله يا باشمهندس شريف احنا بنحييكوا على سرعه التحرك، يعني سرعه التحرك عظيمه جدا. يعني دلوقتي الطريق امن وتم فتح الطريق الرئيسي، بس المايه ما زالت موجوده في الطريق الجانبي زي ما حضرتك قلت، صح الكلام؟ مش مسببه اعاقه، بالعكس الحركه الحمد لله ماشيه بشكل بنسبه 70% تقريبا. عظيم، يعني ما حدش يغير الخطط بتاعته في المتجهين الى مدينه 6 اكتوبر او اللي هيستخدموا الطريق ده، لان الطريق حاليا مفتوح خالص الحمد لله. يعني احنا بنشكرك جدا يا فندم للمعلومات، البشمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر، كل الشكر يا فندم. دي كانت المتابعة الفورية لحديث القاهرة الآن. لكن طبعا لو عايزين تعرفوا اللي حصل في عقار فيصل، اكيد التطورات لليوم الرابع على التوالي مش سهلة ابدا. مش هبتدي معاكم حكايتنا اللي هنتابعها النهارده في حديث القاهره، لكن هقول لكم خلينا نشوف ايه الاخبار اللي موجوده من امبارح للنهارده، وبعدها نرجع نبتدي معاكم هنا حكايتنا احنا في حديث القاهره اللي اخترناه علشان نتابعه بالتفصيل. الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي يتفقان على تكثيف التعاون في نقل الخبرات وبناء قدرات الكوادر. رئيس الكونغو الديمقراطية: سأعمل خلال رئاستي للاتحاد الإفريقي على حل قضية سد النهضة. محافظة الجيزة ترفض طلب تصالح عقار فيصل المحترق وتحول المسؤولين للتحقيق. وزيرة الصحة: حملات التثقيف الصحي والتوعية أثرت إيجابياً بانخفاض إصابات كورونا، وتم زيارة 64 ألف مريض بالعزل المنزلي. الهيئة القومية للأنفاق تعلن تشغيل قطار السلام العاصمة الإدارية قبل نهاية العام الجاري. إيلون ماسك يعلن توقف مؤقتاً عن استخدام تويتر ويدعو لتطبيق آخر. رئيس اتحاد كرة اليد يجتمع مع المدير الفني الأسباني للمنتخب
لمناقشة خطة الفراعنة استعداداً لأولمبياد طوكيو. دي أهم الأخبار من امبارح للنهاردة اللي شفناها في مصر، لكن حديث القاهرة اختار إيه؟ اختار موضوعات غاية في الأهمية. طبعاً أكيد هنتابع زي ما وعدناكم من بداية الحادث الأليم، عقار فيصل والحريق اللي موجود في منطقة كرداسة، وصل لحد فين؟ لليوم الرابع على التوالي الحريق مازال مشتعل. لكن النهاردة عندنا أخبار خاصة، لأن بعد تدخل النيابة في بيان صدر النهاردة، هنشوف تفاصيله وهنناقش الموضوع من كل الاتجاهات. مش هننسى نتكلم عن كورونا وحقيقة وجود إصابات بأكتر من سلالة لفيروس كورونا لنفس الشخص. يعني تخيلوا الموضوع ممكن يكون يعني محتاج توضيح قد ايه، وهل في خطوره فعلا من اصابه باكتر من سلاله في نفس الوقت لنفس الشخص؟ ده هنعرفه النهارده. ومش هننسى ابدا ان احنا نتكلم عن سعر الفايده، هل يا ترى الاجراءات القادمه والقرارات، وخصوصا بعد ما الناس اتكلمت من امبارح عن يعني التخفيض في اسعار الفائده لشهادات البنك الاهلي البلاتينيه، ايه اللي حصل واللي هيحصل في اجتماع اللجنه القادم؟ مش دي بس المواضيع اللي عندنا، عندنا مواضيع تانية كتير، لكن نشوفها في المنيو ونرجع نبتدي معاكم قصصنا الاخباريه في حديث القاهره. كده يبقى بدأنا قصصنا الإخبارية بعد ما شفنا بقية المنيو عندنا إيه النهاردة. لحد امبارح كنا بنقول إن سيتم استجواب صاحب عقار كرداسة اللي فيه حريق من 4 أيام بمجرد ما يتماثل للشفاء. الحديث مازال مكمل معانا النهاردة ولليوم الرابع على التوالي، النار مستمرة والأدخنة مازالت تتصاعد من العقار. النيابة أصدرت بيان وضحت فيه تفاصيل كتير جدا، كان من أهمها إن العقار ده صدرت لي أكتر من قرار للمخالفة في البناء من قبل كده، وإنه مبني على أرض زراعية والمخزن غير مرخص ويفتقر لشروط الأمن والسلامة والاحتياطات اللازمة. تم القبض طبعا على صاحب العقار. النيابة قالت إن بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة لم يتخذوا الإجراءات القانونية تجاه القائمين بالمخالفات، وده طبعا تسبب في أضرار، وتبين تقديم مالك العقار المخالف طلب علشان يتصالح في الحاجات اللي ارتكبها من مخالفات، لكن تم رفض الطلب ده فتظلم على هذا الرفض ولم يبت في التظلم لحد دلوقتي. محافظ الجيزة اللي هو أحمد راشد أكد على رفض طلب التصالح مع صاحب العقار، وقال إن صدر بحق العقار ده قرار إزالة. خلينا ناخد تفاصيل لأنها أصبحت مشكلة، يعني يمكن مشكلة رأي عام، مش بس عقار، ده كل القضايا أو الأزمات المشابهة له على مستوى جمهورية مصر العربية. معانا على الهاتف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أهلا بحضرتك معانا سيادة النائب. أهلا سيادتك. يعني التحرك تحت قبة البرلمان تجاه ما يحدث الآن يعني واقعة ليست قليلة، ولها أيضا جذور موجودة في كل المحافظات وفي كل مكان. التحرك إزاي يا فندم دلوقتي تحت قبة البرلمان، وقررتوا تتعاملوا مع الملف ده إزاي؟ لا، وطبعا البرلمان انت عارفه حاليا بيسائل الحكومة في ملفات أشمل وأعم. كل وزير بيجي النهاردة، الجلسة بتبدأ الساعة 11 وبتنتهي يمكن الساعة 9 مساء. فده طبعا دي حادثة من شأنها يعني أن تناقش داخل اللجان المختصة. ولكن عايز أتجاوز بس في المسألة وأوضح لك أن يعني بكل المعايير العلمية مفترض مثل هذه الحوادث تلاقيها يعني قياسا على العشوائية العمرانية اللي موجودة في معظم الوحدات المحلية تلاقيها يعني متكررة. يعني أنا عايز أقول لك إن مش هو ده بس العقار اللي لا تنطبق عليه الاشتراطات. صحيح، يعني يا فندم عشان كده إحنا بنسأل على إيه هي حضراتكم هتتعاملوا إزاي مع الأزمة دي، لأنها مش أزمة عقار، هي أزمة ليها. إحنا وارثين هذا الورث، ده تراكم 50 سنة من ترهل منظومة الإدارة المحلية. وهذه الملفات لا محافظ وحده يعرف يحلها، ولا وزير ولا حكومة، دي لحمة لابد أن تتم وتتواجد ما بين المؤسسات، حكومة وبرلمان وإعلام، والإعلام هنا بيشكل وعي كبير جدا لأنه بيعكس أمور كثيرة للمواطن حول أهمية
الالتزام بالحياه باحترام القانون. العقار ده انا عديت عليه النهارده اليوم الثالث، هو الحريقه تمت زي ما حضرتك عارفه في مخازن موجوده بشكل عشوائي، ما فيش مواسير حمايه مدنيه فيها، الوضع على الارض صعب جدا، وارد انه يتكرر في كثير من العقارات المحيطه بالدائري. اللي احنا عملناه كدوله ان احنا خلال المرحله اللي فاتت يمكن قلنا لا خلاص، مساله البناء المخالف ده لابد ان يتوقف. ثم بعد ذلك ابتدينا في قانون التصالح، كان الناس يمكن مش واخده بالها هو احنا ليه مصرين على قانون التصالح. مصرين على قانون التصالح عشان نشوف العقارات، عشان العقارات تتراكمن، عشان العقار يكون له شخصيته وهويته الاعتباريه امام الجهه الاداريه، وبالتالي تقدر الجهات المعنيه تخش تلك العقارات بشكل قانوني مضبوط. اللي محتاج تراخيص لتشغيل المخازن بتاعته والمحال العامه يتم صدورها، الدفاع المدني يبدا يقول مواصفاته ايه، كل دي مقدمات عشان نتلافى مثل هذه الاحداث. النهارده بتيجي الحريقه، بكره بتيجي بعقار السلام. يعني إذن احنا محتاجين مناقشه الموضوع بشكل اكثر صرامه علشان ايجاد حل جذري للموضوع يا فندم، واكيد بما ان حضراتكم ممثلين الشعب فاكيد هيتم الموضوع والخطوه الاساسيه الحازمه من عندكم، صحيح؟ من عندنا وعندكم ومن عند المواطن. يعني انا بكلمك بمنتهى الصراحه، المواطن اللي هو اللي بيشتغل في العقارات، كل المواطن اللي بيشتغل في العقارات والمواطن اللي بيشتري عقارات مخالفه والمواطن اللي بيشرف على العقارات دهية من الجهات الإدارية. النهاردة بتحبسي مدير إدارة هندسية في حي من الأحياء، بتحبسي رئيس حي، بتلاقي المشكلة في حي تاني وثالث ورابع. وبالتالي أنا بكلمك بشكل واقعي، مثل هذه الأمور هي يجب أن يكون لها نفرة نهضة بالكامل جميع مؤسسات الدولة بناء صحيح. على رؤية تشريعية تشتغل عليها، وإن شاء الله إحنا عندنا أمل بإذن الله تعالى إن نحل مشاكل الترهل العمراني في مصر على مدار السنوات القادمة. إحنا بنشكرك جدا سيادة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفعلا كل واحد عليه دوره في مجلس النواب هيقوموا بدورهم، وما تنسوش مش بس اللي هيبني العقار ولا اللي هيشتري العقار، لكن من امبارح وإحنا بنقول إن في أرقام أي حد عنده معلومة بعقار مخالف أو مصنع محطوط تحت بير السلم أو مخزن أو أي شيء ممكن يضر صحة الناس وحياتهم ما يترددش في إنه يبلغ. الأرقام ما زالت موجودة عندكم على الشاشة، فياريت كل واحد يعمل اللي عليه. معانا برضو الدكتور محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق على التليفون، وأهلا بحضرتك معانا سيادة المحافظ. أهلا بحضرتك كريم، أهلا، كل سنة حضرتك طيب. يعني في الحالات اللي شبه دي، يعني الإدارة التنفيذية من المفترض إيه القرارات اللي تتخذها لما يكون في مخالفات بتتسبب في كوارث؟ أنا شاكر لحضرتك إنك بتتكلمي في هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم جدا وخطير، وإحنا كلنا بنعاني منه من زمان مش من النهاردة ولا امبارح. وفي فترة الهوان اللي إحنا كنا بنعيشها زمان في الخمسين سنة اللي فاتت، زمان أحمد بيه كده، في قرارات وقوانين صدرت ظاهرة الرحمة وباطنة العذاب، لأن ما فيهاش حسم، وبقى العرف اقوى من القانون، وبالتالي اللي بيحصل في المخالفات بقى فوق الوصف وفوق الاحتمال. وعين الاوان ان احنا ناخد قرارات حاسمه ونطلع قوانين حاسمه. ما ينفعش ان انا النهارده يبقى القانون نفسه بيقول كل واحد يعمل وحده سكنيه، عماره يبني عماره، بيرخص عماره، لازم يعمل جراج يسع مكان لكل وحده سكنيه ومكانين لكل وحده اداريه، ولو الشقه اكبر من 200 متر بيعمل مكانين للجلم لانتظار السيارات بتاعتها. يبقى الكلام ده المفروض انه معمول للسكان عشان يعملوه جراج، لكن العرف والتقاليد اللي مشيت انه بيخلي المالك يمضي السكان ان هو يديهم السعر اقل، وهياخد الجراج ما لهمش في الجراج، فبيتنازلوا عن الجراج في سبيل الظروف اللي هم فيها ديت ان السعر يبقى اقل، وبالتالي بياخد الجراج يستخدمه في اغراض اخرى. طيب القانون هنا سيادة المحافظ لكنه يعني بقى بالعرف اقوى. النهارده القانون حاسم قال ان الجراج للسكان عشان يحط فيهم عربيات. طب ده المفترض ان هو يكون، لكن لا يطبق على ارض الواقع. يعني مش من حق السكان انها تتنازل عنه، ولا حق المالك انه يحتفظ بيه. طب وعلى الجهات الكبرى التي لا حق يعني اتخاذ القرار؟ الكلام ده بيحصل بقى ايه؟
اولا هو مش حق الملك اصلا ان هو يحتفظ بالجراج، لان الجراج ده زي السطح زي المناور. هقطع كلامك بالعسل اذا تسمح لي. زي ما بيقولوا يعني في الواقع، احنا هنطبق على الواقع وهطبق على تجربه حضرتك الشخصيه. الواقع حاليا بتقول ان كان في قرارات ازاله للعقار ده ولم يتم ازالته حتى الان، رغم انه مش جديد قوي. فبالتالي من يعني في هذه الحاله، هل يعني صاحب ومالك العقار اقوى من الجهات التنفيذيه في المحافظه اللي ممكن تروح تزيل العقار؟ الموضوع ده كبير جدا، لو حضرتك عندك وقت احكي لك، لان الموضوع محتاج ما ينفعش يتقال في كلمتين. لو احنا كل المخالفات اللي في مصر ديت واللي شفناها في اسكندريه واللي شفناها في كل البلاد، لو الاداره المحليه مسؤوله او الموظفين كان زمانهم كلهم في السجون، وده بنقوله. لكن في اكتر من طرف مسؤول في عمليه الازاله. يعني انا الاداره المحليه بتعمل اجراءات ورقيه، في شرطه المفروض تيجي تامن الازاله وكانت الظروف ما تسمحش، في احكام قضائيه المفروض تصدر من المحاكم والمحاكم مكتظه بالقضايا اللي مشابهه لهذا الكلام، في شركات مرافق مش مفروض توصل المرافق للي بيسكن ده وتقطع عنه المرافق بشكل مستمر لان هو مخالف. طب سياده المحافظ اسمح لي، هل الثغره اللي موجوده هنا ما يشتريش بيروح يشتري؟ فعشان كده عشان اجمع كل دول واعمل اجراء حاسم لازم يكون القانون واضح. النهارده القانون بيقول اعمل جراج، بس هم بقى يقول لك ما قالش ان انت تاخده. لكن احنا لو قلنا، لو تعديل بسيط في التشريع، لو سمعنا اي حد من الساده النواب بيقول ان الجراج للسكان ويديره اتحاد الشغالين، خلاص انتهت، لان اتحاد الشغالين ويديره اتحاد الشغالين للغرض المخصص منه. فبالتالي كده كلمه منتهيه، انا مجرد ما هبني العماره وفي اتحاد شغالين مسؤولين عن اداره الجراج. طب سياده المحافظ احنا مش بنتكلم بس على الجراج، احنا بنتكلم على المخالفات بشكل عام. اسمح لي بس، انا حضرتك انا الاول بتكلم على الجراج عشان القضيه اللي بتاعتك. طب انا عندي بس سؤال واحد، حضرتك قلت ان في جهات كثيره مسؤوله عن مثل هذه المخالفات ولازم هي كلها تتكاتف، هل الثغره هنا اللي بتادي ان المشكله دي لم يتم السيطره عليها حتى الان عشان نحاول نحلها؟ يعني أيوة، الجهات دي مش متعاونه مع بعضها ولا ان في مشكله ثانيه احنا مش شايفينها؟ لا، قدامنا حاجه من الاثنين، يبقى في تعديل قانوني مظبوط، يا اما يبقى في تعليمات فوقيه قويه، وده اللي شفناه لما السيد الرئيس ادى تعليمات فوقيه قويه بالمعامله بمنتهى الحسم مع المخالفين، واتقبض على الناس واتعمل القانون امر الحاكم العسكري، والناس بدات تتقبض عليها ويتحقق معاها، والناس تدفع غرامات التصالح بشكل يعني قوي. لما تم هذا الكلام وكانت التعليمات قويه اتوقفت كل المخالفات، ده المباني نفسها المرخصه وقفت. فلما يكون في حسم كل حاجه بتتم. انا حضرتك شايف ان الموضوع محتاج تدخل سياده الرئيس شخصيا كاراده فوقيه يعني، وده الحل الحاسم. يجمع كل الادارات دي، انت عارف حضرتك لما المالك بيروح يعمل جراج بياخد الجراج ويعمله اي حاجه مخزن، انا بروح كحي افتحه امشي من هنا يروح يقفله تاني. يعني هي بصراحه يعني فكره التدخل مهمه جدا، فكره التدخل في كل صغيره وكبيره ليست بالفكره السهله. احنا عندنا حسم بس، خلينا اكمل. لما يكون الجراج بقول له روح افتحه، بيروح يفتحه، بيمشي من هنا الملك يقفله تاني، ببعته تاني بيشمع الجراج وبيعمل له اجراء، سواء كان جراج او قهوه او دكان او سوبر ماركت، بيفض الشمع، بروح اعمل له قضيه فض شمع، يروح المحكمه تقعد فيها سنتين ثلاثه والغرامه بتبقى 200 جنيه. فهل هذا يستقيم في الوقت الحالي؟ لا يستقيم، يبقى لازم في تعديل تشريعي لهذا الكلام يحسم الاجراء ده، لان انا لما بقطع عنه الكهرباء بيروح يسرق كهرباء. انا الموضوع بالنسبه لي لازم يكون في حسم في القوانين او حسم في الاداره، ودي بتجيب نتيجه ودي بتجيب نتيجه. انما ان انا اسيب الموضوع بالوضع الحالي ده، احنا كلنا في خطر، لان انا ماشي في الشارع ممكن عماره من العمارات دي تقع عليا، ممكن العمارات المخالفه اللي موجوده دي ما هي تقع عليا، انا اضمن منين؟ انا ساكن فيها، رايح ازورها صاحبي تقع، والعمارات كل يوم بتقع في اسكندريه وفي كل حته وانتم عارفين. سياده المحافظ يمكن الملف هنحتاج نشرحه بشكل اكثر تفصيلا، وحضرتك تكون ضيفنا هنا في حديث القاهره. احنا مشكورك جدا على المعلومات. الموضوع زي ما قلت محتاج حزم، سواء كان من خلال القوانين او من خلال الاداره او تدخل من الاداره العليا. كل الشكر دكتور محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبيه والاسكندريه الاسبق. طيب هل الموضوع يوصل لحد كده ويقف؟ مش هيوقف، لان الموضوع داخل في الحمايه المدنيه، يعني اذا حصل في الامور امور. مش احنا اللي هنجاوب على السؤال، لكن معانا عبر زوم اللواء حنفي محمد، وكيل الحمايه المدنيه بالقاهره السابق. اهلا بحضرتك معانا يا سياده اللواء. اهلا بيك يا فندم. سياده اللواء، حتى الان احنا بنقول يعني في ازمات كتيره جدا بتحصل في المباني والعمارات السكنيه بسبب ثغرات ما بتسبب ازمات تودي بحياه الناس. هل اصحاب العمارات دول قبل ما بيعملوها بيجوا ياخدوا موافقات من الحمايه المدنيه، او في مواصفات معينه بتطبق عليهم ام لا؟ في بعض يعني معظم العقارات اللي بتتبني ايا كان نوع النشاط بتاعها لازم بياخد جواب او بيوصل جواب للحمايه المدنيه من الحي بمعاينه العقار.
وبيقوم الضباط بمعاينة العقار ومطبقته حسب النشاط لما يستلزم من وجود أدوات الإطفاء وتجهيزاته المناسبة لنوع النشاط. الضباط بتعمل الموضوع ده بس في حالة وصول جواب من المحليات. في حالة عدم وصول جواب الضابط ما بينتقلش. طب وايه يا فندم اللي يخلي الجواب ما بيوصلش؟ يعني معنى كده الجواب لو ما وصلش معناه ان العقار ده اساسا مخالف ولم ياخذ التصاريح اللازمه؟ تمام، وحريق العقار اللي حصل فيه الحريق من الاساس ما حصلش فيه معاينه للحمايه المدنيه، في ثلاث مخالفات موجودين في العقار انشائيا، اللي بنى العقار بنى فيه مخالفات انشائيه، الكود المصري بتاع الحريق مش متطبق، ما فيش اي وسائل امان موجوده في المبنى، الاشغال المفروض ان هو اتصمم على انه يبقى مبنى سكني اتعمل مخازن تحت، يعني كل المخالفات اللي تؤدي لكارثه موجوده في العقار. طب حضرتك يا فندم مريت على المكان يا ترى خلال الايام دي؟ يعني طب خلينا ناخد المنطقه دي تحديدا كمثال اللي احنا هنسال حضرتك عليه. لا يوجد هناك عمارة واحدة، في أكتر من عمارة، عدد العمارات دي أعتقد أن كلها مشتركة في أو أن معظمها مشترك في نفس الأزمة، أنها قد تكون مخالفة وقد تكون لا يتوفر فيها يعني كل وسائل الحماية والأمان اللي احنا عايزينها. في الحالات اللي شبه دي يا فندم إزاي ممكن نواجه أزمة زي دي من وجهة نظر حضرتك؟ إيه المفترض يتطبق؟ يعني هو حضرتك بقى لازم المنطقة دي كلها يتم المرور عليها، لان في الغالب واكاد اجزم ان كل المنطقه تلاقي اول ثلاث ادوار والجراج مماثل لهذا الموضوع، هتلاقي ممثل لهذه العماره في الغالب الاعمى. حضرتك لازم يتم المرور عليها، على العمارات دي من قبل مين يا فندم؟ طبعا يعني حضرتك لازم يتعمل لجنه يبقى فيها من الحمايه المدنيه ومن المحليات، من الحي ومن اسم الشرطه اللي موجود هناك كمان، ويتم حصر العقارات ديت والمخالفات، ولو في عقار ما سكنش لازم يتم اتخاذ اجراء بازالته، لو في عقار سكن لازم يتم تعديله وتوفيق وضعه. تمام، سؤال أخير يا فندم وأنا بختم مع حضرتك، هل في يعني عقوبة رادعة في هذه الجزئية تحديدا في حال اكتشاف عقارات مخالفة أو لا تطبق فيها يعني هذه الشروط اللي اتكلمنا عليها؟ لا، هي العقوبة حضرتك عادة بتبقى غرامات، إلا لو في حالة زي العقار دوت حصل مشكلة أدت لوفاة، فدي اللي العقوبة بتشدد فيها. يعني لازم ننتظر حالات وفاة علشان يكون في عقوبات شديدة. لازم حضرتك يتم إزالة هذه المخالفات. احنا بنحتاج لتحرك سريع من كل الجهات اللي بيوصل عندها الملفات شبه دي. احنا بنشكر حضرتك جدا سيادة اللواء على المعلومات اللي اديتها لنا، ويا رب يكون حياة آمنة ومسكن آمن. البيت يعني الأمان، لما ما تتوفرش فيه ألف ب أمان يبقى بيت إزاي؟ الموضوع مش صغير، الموضوع كبير، وأعتقد أنه هيفضل حديث القاهرة الفترة اللي جاية لحد ما نلاقي له حل. وما أعتقدش أن في حد ممكن يخل بدوره، سواء الجهات المسؤولة أو الناس، أنا وإنت وكل الناس اللي بتشوف ده قدام عينيها، على الأقل لازم نعمل حيطة صد عشان ما يتكررش ويوقف. حديث القاهرة وصل لمحطة كورونا واللقاح، يعني كل يوم عندنا حاجات جديدة. لكن آخر الأخبار اللي قبل ما ندخل هوا على طول كانت عن تعليق السعودية السماح للدخول للمملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلتهم مؤقتا. ده تم بشكل مؤقت للقادمين من 20 دولة، من بين الدول دي اللي حددتها المملكة العربية السعودية مصر. القرار ده هيتم تطبيقه من بكرة الساعة 9 مساء. الهدف اللي أعلنته السعودية من هذا الإجراء هو المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة، لأن بعد شهرين من إطلاق أولى حملات التطعيم في العالم اللي تم إعطاء فيها أكثر من 100 مليون شخص جرعات لقاح كورونا، حصل مفارقات كتيرة جدا خلينا نحكي عنها. واحدة منهم كانت شبه كوميدية، في سابقة ما حصلتش قبل كده،
تم تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة، إن العاملين في مركز تطعيم راحوا يجروا في الشوارع عشان يدوروا على حيث عدد الوفيات. في واقعة جديدة عملت قلق كبير، يمكن اللي أنا بدأت بيها النهاردة وإحنا بنتكلم في المنيو، الأطباء شغلهم حادثة غريبة شوية، إن في أشخاص تم إصابتهم بسلالتين مختلفتين من كورونا في نفس الوقت. هل ده ممكن يحصل؟ يعني الموضوع فعلا حصل، الواقع بيقول كده، إن في شخصين في البرازيل اللي عندها أكتر من 1000 حالة وفاة يوميا، تخيلوا الرقم. من بداية ظهور الجائحة لحد دلوقتي 9 مليون شخص. توفى أكتر من 225,000 إنسان في البرازيل. الحقيقة أنا شغلني أنا كمان زي ما شغل الناس الموضوع إيه اللي بيحصل في البرازيل. ناخد الإجابة ونعرف اللي بيحصل من البرازيل نفسها من خلال وجود معانا الدكتور حسان الزين، الطبيب بواحدة من مستشفيات البرازيل اللي بينضم لنا دلوقتي على التليفون وهيجاوب لنا على أسئلتنا. أهلا بحضرتك معانا يا دكتور. أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. ان شاء الله تكون امن سالم مع ارتفاع عدد اللي احنا سامعينه في البرازيل، بس الحقيقه لفت نظرنا موضوع الاصابات بسلالتين في نفس الوقت، حقيقه الموضوع ايه يا فندم؟ ايه اللي وراه؟ اولا خلينا نفكك المشهد في البرازيل، في كورونا فيروس المعروف بالكوفيد 19 عندنا بالبرازيل، يعني المتعارف عليه بطريقه تفكيره وبطريقه الفاظه احيانا النابيه وبطريقه الفاظه هي وتعاطيه، ولكن بالنتيجة ظهر أن المحكمة العليا في البرازيل بأن الدولة البرازيلية أن المنظومة الموجودة في البرازيل اقتنعت أن تتقاسم البرازيل ما بين طعم أكسفورد أسترازينيكا وما بين طعم الصيني اللقاح الصيني، وبالتالي اللقاح الصيني هي موجود الآن مع مركز بوتانتا المعروف عنه بالنسبه لهذه. دكتور حسان اعود لنقطه البدايه اذا تسمح لي في سؤالي الاخير، اصابه شخصين بسلالتين لفيروس كورونا في نفس الوقت، الواقعه صحيحه ولا لا؟ وهل دي ليها دلالات ولا لا؟ بشكل سريع. هذه الواقعه حتى الان ليست هلا، اذا انصاب هلا خلينا نقول اذا انصاب سابقا قد يصاب لاحقا باي سلاله او بالفيروس نفسه، فاذا انصاب لاحقا قد يصاب يعني اليوم او بعد اليوم او بكره بنفس النباتات او بالمستجد بالسلاله الجديده، وهذا ممكن ان يحدث في اي دوله في العالم وفي البرازيل منها. انا طلعت على اللينك. لا يا دكتور حسان اسمح لي، هو لم يصاب وخف وبعدين اتصاب، هو في نفس الوقت يعني واضح ان الاتصال راح رغم انها كانت نقطة مهمة جدا، بس هنوعدكم ان احنا مش هنسكت في حديث القاهرة لحد ما نتأكد من المعلومة، لان واضح ان الدكتور حسان يعني معنى كلامه ان ممكن يتصاب قبل كده بسلالة ويرجع يتصاب بسلالة تانية، وده طبعا معلومة احنا عارفينها، لكن في نفس الوقت دي محتاجين تأكيد. طيب نروح لواقعة تانية ومفارقة أخرى مع كورونا، لكن نروح لأول دولة في العالم بتتخطى فيها فحوص كورونا عدد السكان، طبعا عارفين بتكلم عن مين، دولة الإمارات. الإمارات حصل فيها واقعة، وهي إن المدون الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد العاشق جدا لمصر أعلن إصابته بكورونا، وده حصل رغم تلقيه اللقاح بأسبوع، لكن قال إن الأعراض اللي عنده أول ما تصاب بكورونا تكاد تكون منعدمة، يعني مفيش أعراض قوي. تعالوا الأول نشوف قال إيه ونرجع لكم مرة تانية عشان نناقش الواقعة دي ونفهم اللي وراها. طمنا على صحته وأعلن كمان الخبر، يعني إحنا طبعا من هنا مش بس هنقول له أنت عاشق لمصر فليك مكانة فوق راسنا، لكن هنقول لك ألف سلامة عليك وإن شاء الله تقوم بألف سلامة وسعادة كمان إن مفيش أي أعراض كبيرة. طيب اللقاح ده لو أخدته بيمنع عني المرض ولا بس بيقلل الأعراض؟ دي تساؤلات طبعا عندنا كلنا، لكن هيجاوبنا عليها الدكتور أيمن الشبيني أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ومدير المعاهد البحثية بمدينة زويل اللي معانا على التليفون. أهلا بحضرتك معانا يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بيك، يعني هنوصل لنقطة العمق، هل لقاح كورونا
باللقاح ضد كورونا بيقلل تماما الأعراض ولا بيمنع من الإصابة بكورونا؟ طيب، هو سؤال مهم جدا، وفي توقيته خصوصا في ظل أخذ اللقاحات في الوقت الراهن على مستوى العالم وبالأخص مصر. اللقاح هو في الوسيلة للدفاع وللوقاية من الإصابة بالعدوى، فهو ليس علاج، فبالتالي بيتم أخذه لتأهيل الجسم لي واستعداده لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. ده بيتطلب، لازم نفهم نقطة مهمة جدا، يعني لو شبهنا جهاز المناعة بالسيارة اللي بتبدأ تنتقل وتتحرك، بتاخد فترات على ما تنتقل وتصل للسرعة المرغوبة على حسب السائق اللي بيقودها. جهاز المناعة في حالة الإصابة بدون لقاح بياخد مراحل معينة، بيحاول يكافح ويقاوم العدوى الفيروسية عشان يتغلب عليها، وبالتالي يسيطر جهاز المناعة ويتغلب الجسم بدون حدوث أعراض أو يدخل في كومبليكيشن أو حالات متقدمة من الإصابة. اللقاح وظيفته إن هو بيحث جهاز المناعة إنه يبدأ يولد الأجسام المناعية اللي بتبدأ تقاوم الفيروس في حالة وجوده وفي حالة حدوث العدوى. ده طبعا بيتطلب بعض الأيام، قد تصل إلى أسبوعين، وقد تبدأ من 4 أيام على حسب اللقاح واستعداد الجسم واستعداد الجهاز المناعي عند الجسم اللي هو أخذ اللقاح. بمعنى أن طبعا بداية الأعراض البدائية بتبدأ أن الجسم نفسه بيبدأ يحدث التهاب خفيف، ممكن ترتفع درجة حرارة في الأيام الأولى، ده معناه أن بدأ جهاز المناعة يستجيب لوجود اللقاح. الجهاز المناعة عنده حاجتين اتنين، احنا عندنا جهاز مناعة أولي وجهاز مناعة بنسميه أدابتيف أو متطور أكثر، اللي هو بيبقى بيالي الجهاز المناعة الأولي. مجرد ما اللقاح يدخل الجسم بتبدأ الجهاز المناعة يكون خلايا مناعية بنسميها بي سيلز وتي سيلز، مش عشان المشاهدين بس ما نشوش أفكارهم. الخلايا المناعية دي منها خلايا مناعية مؤقتة وهناك خلايا مناعية طويلة الأجل، فعشان كده اللقاح بيتم أخذه جرعتين. الجرعة الأولى الغرض منها هو حث جهاز المناعة لإنتاج خلايا مناعية، قد تكون في البداية بتأخذ فترة بسيطة من العمر بيتلوها الجرعة الثانية اللي بتخلي الجسم يستمر بإنتاج الخلايا المناعية اللي هي بتطول لفترة طويلة. طب وده يا فندم يتسبب لو عدى عليه أسبوعين زي ما حضرتك قلت 10 أيام أسبوعين، أنه يمنع تماما دخول الفيروس للجسم، ولا إذا دخل الفيروس للجسم يقلل الأعراض؟ لأن احنا سمعنا كمان أن إصابة عضو بالكونجرس الأمريكي رغم أنه أخذ الجرعتين من اللقاح بفيروس كورونا كمان. طب ده شيء جميل جدا. هو احنا دايما، هي أولا عايز أنوي على الحتة اللي تم ذكرها بخصوص الفيديو والمؤرخ الإماراتي اللي أصيب، ربنا يشفيه ويشفي كل المرضى، إن هو بدأ يظهر أصيب بها بعد أسبوع. الجسم مش معنى إن تم أخذ اللقاح وتم إصابة الشخص بعد يوم يومين ثلاثة أو أسبوع إنه اللقاح فشل في حمايته، لا، هو اللقاح بيحس جهاز المناعة اللي بيتطلب وقت قد يصل إلى أسبوعين زي ما قلت لحضرتك عشان يولد أجسام مناعية تقي من العدوى. طيب، هو سؤال حضرتك الثاني هو لو معنى كده ان ممكن حد ياخد جرعه او جرعتين ويتم العدوى، وارد. عشان كده بنقول ان اللقاح نسبه نجاحه بتتراوح في حاجات زي اللقاح الصيني 86، بعض الدول قالت 70، فايزر 95، معنى 95% ان ما زال 5% ممكن اجسامهم لا تستجيب لهذا اللقاح. احنا ما قلناش 100%، ما فيش لقاح، حتى لقاح الانفلونزا العاديه نسبة نجاحه الراوند 50%. صحيح، وحتى إن كانت 5% دول بس بيقل عندهم الأعراض لدرجة تكاد تكون منعدمة زي ما قال المدون الإماراتي، فده في حد ذاته يعني شيء مقبول بالنسبة للناس. هو شيء إيجابي طبعاً. ولكن النقطة المهمة جداً برضو الناس لازم تدركها، إن الجرعة الأولى ليه بيستلزمها جرعة تانية؟ الجرعة الأولى كل الأبحاث العلمية والاختبارات السرية اللي دلت على معظم اللقاحات بتتراوح نسبة نجاحها في تقليل العدوى من 50% لـ 52%. فلو شخص خد جرعة أولى ممكن ده معناه أن نسبة الوقاية في الجرعة الأولى ممكن 50% من الناس يجي لهم العدوى، فالجرعة الثانية بتزود فرصة الحماية نتيجة قدرتها على حس جهاز المناعة لزيادة
خلايا مناعية وأجسام مناعية أكثر بتقل فبتصل ل90%. معلومات قيمة جدا دكتور، احنا بنشكرك عليها جدا. الدكتور أيمن الشبيني أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ومدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، معلومات قيمة جدا أفدنا بيها، وإن شاء الله إن شاء الله تخلص الجائحة دي على خير ونعيش مرة تانية في أمان وفي صحة بدون قلق. الخميس يعني بعد بكرة أول اجتماع للجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي لسنة 2021. الاجتماع ده مهم ليه؟ لأنه هيتم فيه اتخاذ قرار بيتعلق بسعر الفايدة. في آراء اقتصادية وتحليلات كتير وأسئلة أكتر مستنيينها الناس اللي بتتابع ده، وخصوصا بعد الإعلان. أنا من شوية يمكن في بداية الحلقة قلت إن البنك الأهلي خفض سعر الفايدة على شهادات الاستثمار اللي بيصدرها لصالح بنك الاستثمار القومي. ده طبعا رجح إن البنك المركزي هيقوم بتخفيض سعر الفايدة، لكن إحنا مش عارفين هنعرف تفاصيل أكتر وإزاي بيتأثر القرار إحنا الناس كلها بالقرارات دي الخاصة بتخفيض الفائدة، سواء كنا مواطن عادي أو كان مجموعة المستثمرين. الإجابة طبعا هتكون من خلال متخصص، وهو الأستاذ محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا أستاذة كريمة، كل سنة وحضرتك طيبة. بالنسبة لإنعقاد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم في العام الجديد، وحضرتك طيب ويا رب الاقتصاد المصري دايما بخير، يعني كل لجنة نقدية وانت بخير يا فندم، وان شاء الله اخبارها دايما تفرح الناس. طيب هو اتفضلي يا فندم. الحقيقة انا يهمني السؤال البسيط، ايه اللي هيضر بيه الناس او هيستفيد بيه الناس من موضوع رفع او خفض سعر الفايدة؟ ليه القرار ده مهم بالنسبة للناس؟ انت اثرتي سؤال مهم جدا جدا جدا، واول مره حد يسالني السؤال ده. الحقيقه الاعلام في خلال الخمس سنين اللي فاتت دول، ولاول مره الاعلام والمفكرين والمراقبين والمحللين بداوا يخطوا ويحتكوا بمثل هذه الموضوعات المهمه اللي بتهم الناس. هم لا يتدخلوا في اتخاذ قرار بتاخذه اللجنه السياسات النقديه الموقره المنبثقه من مجلس اداره البنك المركزي واخطر اللجان اللي موجوده على مستوى الدولة يعني، ولكن عملية التنوير ورفع الوعي الناس بإيه يعني إيه التضخم، يعني إيه ارتفاع مستوى الأسعار، دور البنك المركزي في تقرير إن هو يحط سعر فايدة معين عشان يوازن ويسيطر على الأسعار، وكل دي محددات مهمة جدا كنا زمان مفيش حد يقدر يتعرض لها. فإحنا بنشكر برضك البنك المركزي ان هو بيسمح لنا ان احنا دايما نتبادل المعلومات مع اجهزه الاعلام والمفكرين في مثل هذه المواضيع. نرجع لموضوعنا. السياسه النقديه الحقيقه المصريه يعني هي سياسه نقديه مرنه جدا، هي حاليا سياسه بنسميها سياسه تحفيزيه بل فائقه التحفيز، بدات تبقى فائقه من تحفيزيه فقط إلى فائقة التحفيز منذ جائحة كورونا، لأن لما جت لنا صدمة كورونا حمد في 15 مارس 2020 اللجنة السياسة النقدية خفضت أسعار الفايدة في تخفيض تاريخي وجذري ولأول مرة 3% 300 نقطة أساس مرة واحدة. عقبها بعد كده 0.5% ثم 0.5%. خليني ارجع ورا شويه مع بدايه برنامج الاصلاح الاقتصادي عشان الناس تتوضح بس المفاهيم. بس استاذ محمد يعني يمكن الموضوع ده هيحتاج ان احنا نشرحه هنا في الاستوديو، انا شايف انه غايه في الاهميه. لكن طبعًا حاليا طبعًا بمناسبه ان بعد بكره اللجنه هتنعقد. الحقيقه اللجنه بتاخد في اعتبارها مجموعه. اتفضلي حضرتك. يعني الجزئيه اللي انا عايز اسال فيها تاثير إذا تم خفض سعر الفايدة بشكل مباشر على المواطن، هل ده هيكون لصالحه ولا لا؟ المفروض أن لما اللجنة السياسة النقدية بتاخد قرار بالخفض أو التثبيت أو حتى الرفض فهو بيكون في صالح المواطن ده بدون شك. ليه؟ لأن هو شغلته في هذا الموضوع السيطرة على استقرار الأسعار، على التضخم. فإذا كانت معدلات التضخم بتنزل وبقت وزن المحدد اللي هو حده المستهدف اللي هو 7% زائد أو ناقص
2%، وبيبص على العائد الحقيقي اللي ما بين اسعار الفايده المطبقه ومعدل التضخم، وبيشوف هل في عنده روم يقدر يخفض الثاني ولا لا، بيشوف معدلات التضخم المتوقعه المستقبليه هقول لك اثرها ايه، بيشوف معدلات النمو الاقتصادي القائمه، بيشوف حاجه الاقتصاد القومي لدق سهوله باسعار معينه، تاثير المبادرات الجديده، كل ده هو وياخد قراره اما بالتثبيت او بالتخفيض. وايا كان القرار من المفترض انه قرار في صالح المواطن سواء بالرفع او الخفض على حسب الحاله الاقتصاديه. طب توقعات حضرتك يا فندم القرار هيكون ايه، رفع ولا خفض؟ انا الحقيقه انا كمحلل بقول ان انا مع التثبيت، مع التثبيت ليه؟ ايوه اثبتها ما خفضهاش، لان الحقيقه احنا في مرحله يعني عدم وضوح بالنسبه للاقتصاد العالمي والمحلي بالنسبة لكورونا والموجة الثانية، مع مش عارفين ايه الموقف هيحصل. انا شايف ان في معدلات ضخ سيولي جامدة جدا في الاسواق، احنا في مبادرة لسه البنك المركزي عاملها باسعار فايدة رمزية بتاعة استبدال المركبات ب 3% اقل من التضخم. صحيح. فانا يعني المبادرات اللي موجودة كلها باسعار اقل من الكوريدور، سيولة متوفرة، فأنا مش شايف إن إحنا محتاجين تخفيض في المرحلة الحالية بقدر ما إحنا يعني محتاجين نشتغل أكتر ونسحب السيولة ونبدأ ننتج ونشتغل. وده رأيي طبعا بناء على هذه الخبرة الطويلة من الأستاذ محمد عبد العالي الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس. بنشكرك جدا يا فندم على كل المعلومات اللي اديتها لنا. عاش هنا أو هنا عاش، ناقشناها هنا في أول حلقة من حلقات برنامجنا حديث القاهرة. يمكن كانت لفتة عظيمة جدا، يعني عرفانا بكل من أعطى من جهده وعمره وإبداعه وتاريخه لهذا الوطن. هنا عاش النجم العظيم الراحل محمود ياسين. لافتة تم تعليقها على المنزل اللي عاش فيه فناننا الراحل في مشروع عاش هنا، واللي بتنفذه هيئة التنسيق الحضاري لتخليد أسماء المبدعين. رانيا محمود ياسين الفنانة الجميلة نشرت على صفحتها على الفيسبوك اللافتة بتاعت هنا عاش، وقدمت الشكر للجهات المسؤولة. الملايين تسألوا من عشاق محمود ياسين سؤال هنسأله لها لأنها معانا على التليفون. ومساء الخير عليكي فنانتنا الجميلة رانيا محمود ياسين، أهلا بيكي معنا في حديث القاهرة. أهلا حبيبتي، أهلا وسهلا أستاذة كريمة، أهلا بيكي، أهلا وسهلا. منورانا، ويا رب دايما مصر فاكرة وحابة نجمنا الجميل الراحل محمود ياسين، دايما فاكرينه بالخير وعايش في قلوبنا كمان. شكرا، ربنا يخليكي. وطبعا ده المتوقع من الدولة ومن جمهوره ومحبينه يعني، وده احنا لمسناه بشكل كبير جدا جدا يعني، وهو عايش وبعد وفاته كمان الحقيقه كل يعني حب الناس واهتمامهم وتكريمهم، وعايز اقول لك يعني قد ايه كانوا يعني كانوا سند كبير جدا جمهور الوطن العربي كله بعد وفاه الفنان محمود ياسين، يعني كانوا سند كبير جدا لينا ولاسرتنا من كم الحب والاهتمام والتعاطف والحقيقه كانوا سند كبير جدا، يعني ما اقدرش اقول لك ان جمهور الفنان محمود ياسين كان يقل عن اهله، يعني بجد ما يقلوش عن اهلنا بجد. الله يرحمه، من كتر ما كانوا واقفين معانا بشكل كبير جدا حقيقه يعني. كان يستاهلوا ويزيد يعني الفنان، لان الفن الراقي والفنان اللي بجد بيعيش في قلوب الناس بعد العمر عمر. السؤال بقى اللي بيساله الناس هو ليه اتحطت يافطه هنا عاش محمود ياسين في بيت الاخير اللي كان عايش فيه في منطقة الشيخ زايد، وما تحطش في الهرم في البيت القديم المشهور اللي كان عايش فيه فترة طويلة من عمره؟ والله كنا طبعا نحب ان احنا كنا نحطه في شارع اللوبة في داد في بيته، والشارع اللي هو كمان كان بيمشي فيه هو ومامي وهما مخطوبين قبل حتى ما يعرفوا ان هما هيتجوزوا ويسكنوا بهذا الشارع، يعني كان يهمني جدا وكنت احبه وكل الاسرة كانت تحب جدا ان احنا نكون يتحط هذه اللافتة في الشارع ده، لانه هو كان ده شارع عزيز جدا على قلبه وعلى قلوبنا كلنا. ولكن للاسف احنا الفيلا هناك اتهدت وطلع مكانها عمارة، فما فيش مكان نقدر نحطه، ساعتها لو حطيناه في العمارة فهيبقى في مغالطة ان احنا حاطينه على مكان ما كانش هو عايش فيه، يعني بقت اصبحت صحيح. عمارة مش الفيلا، فلهذا السبب يعني قلنا خلاص، هو برضه هو عاش هنا صحيح مش سنين كتير، يمكن 4 أو 5 سنين، لكن قلنا انه
برضه هو عاش هنا وده بيته اللي هو يعني خرج منه وتوفى الله بعد كده، فهو ده المكان اللي برضه هو عاش فيه. اي مكان عاش فيه ترك فيه ذكرى اكيد هنستمتع بان احنا نقول عليه. هو طبعا البيت اتهد علشان سبب معين ولا لا؟ لا لا، احنا يعني احنا تركنا الفيلا هناك ومشينا بعد، يعني ما كانش فيه خلاص يعني بعنا المكان وكده، واصحاب اللي اشتروا مننا الارض او اشتروا مننا الفيلا هدوها وطلعوا مكانها عماره، فخلاص اصبحت مش بتاعتنا ومش مكاننا، فكان صعب ان احنا نعمل ده يعني. صحيح. طيب بما ان حضرتك معانا بقى وبعد الحديث عن هذه اللفته اللي يستحقها فناننا الراحل الجميل محمود ياسين، يعني هنسالك على اخر الاخبار للنجمه حوريه فرغلي، يا ترى صديقتك اخر مره اتواصلتي معاها امتى وحالتها الصحيه دلوقتي؟ والله احنا اخر مره كنا متكلمين بالظبط من يومين بالليل، ليله ما كانت قدامها ساعتين وتسافر، وسافرت ان شاء الله على خير يا رب. النهارده المفروض النهارده العمليه بتتعمل، العملية مدتها 9 ساعات، طبعا أنا مش عارفة عنها حاجة دلوقتي، ويمكن ده برضو قلقني كتير جدا، و يعني منتظرة إن شاء الله حد من أسرتها أو حد يكلمني بقى في خلال يوم أو اتنين يعني يطمنوني عليها. وهي قالت لي بقى إن شاء الله لما تسترد عطيتها كده، هي تفضل لسه أسبوعين في المستشفى، هتكلمني يعني إذا كان في فرصة يا رب تعرف تكلمني وتطمني يعني. لكن لو إن شاء الله لو في أي جديد أنا هكتب على صفحتي أطمن جمهورها، لأن الناس كلها يعني بتسألني عليها وكده، والعمليه نادره يعني ليست عمليه سهله. انا هبقى فرحانه لو اطمنت عليها، هكتب اكيد ان شاء الله يا رب هبقى فرحانه وابقى مطمنه، فهطمن الناس اكيد. اكيد، واحنا هنطمن منك ان شاء الله، وبنتمنى لها من هنا الشفاء العاجل باذن الله وتتم العمليه دي على خير. احنا بنشكرك لتواجدك معانا النهارده الفنانه الجميله رانيا محمود ياسين. قصص اخباريه في حديث القاهره جمعناها وقدمناها، لكن فقرات البرنامج ومناقشتنا هتكون بعد الفاصل اللي جاي. وطبعا عارفين خالد البرماوي النهارده وعدنا بتحليلات عم دهب بعد الفاصل.